قال مفاوض جمهوري كبير إنه لا تزال هناك قضايا شائكة في المحادثات الجارية مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لرفع سقف الدين الحكومي البالغ 31 تريليون و400 مليار دولار. وأوضح النائب الجمهوري باتريك ماكن هيري أن تركيز الجمهوريين ينصب على تخفيض الإنفاق خلال محادثات رفع سقف الدين. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من نيويورك ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية. ياسر أهلا بك، يبدو إذن أن الجمهوريين والديمقراطيين متفائلون بشأن رفع سقف الدين، ما بعث هذا التفاؤل ياسر؟ يعني تحياتي لك في البداية داليا وأحمد، يعني بالفعل هناك تفاؤل كبير منذ الأمس في مسألة التوافق على رفع سقف الدين الأمريكي. اليوم تحدث ماكارتي مرة أخرى وقال بأنه أصبح الطرفان الآن أقرب إلى التوصل إلى اتفاق، ودائما وأبدا منذ بداية هذه الأزمة إذا أسميناها أزمة وهي بالفعل كذلك، كان الرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث بأنه يعني سوف يتم التواصل أو التوصل إلى مسألة توافق بين الجانبين، وأيضا تحدث بأنه لن تتخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد الديون الخاصة بها. كانت يعني من خلال هذه الكلمات وهذا التفاؤل أيضا ماكارتي أكد على أنه سوف يعطي حوالي 72 ساعة إلى مجلس أعضاء مجلس النواب لأن يقوموا بالتجمع ثم ودراسة مشروع القرار، ثم يعطيهم بعد ذلك 24 ساعة من كل هذا في الأسبوع القادم الذي يبدأ من يوم الاثنين لمناقشة المشروع. هناك قضايا مختلفة داليا يعني بها توافق أو بعض التوافق أو حتى تنازلات من الجانب الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأيضا أشياء أصر عليها ماكارثي ومن ورائه الحزب الجمهوري، وهي كما تفضلت في الخبر مسألة الإنفاق الحكومي. لنرجع هل هذه القضايا ياسر هي القضايا الشائكة التي تحدث عنها المفاوض الجمهوري، مسألة إنفاق الدين الحكومي الإنفاق الحكومي عفوا؟ بالفعل هذه هي القضية الكبرى والأولى والتي يعني داليا تحدث عنها الجمهوريون والمراقبون منذ يعني بعد جائحة كورونا تقريبا، وبالفعل قد عصرت هذا الأمر والإنفاق الكبير والمساعدات الأمريكية التي يعني دفعت للمواطن الأمريكي وانتقدها الجمهوريون، هذه هي القضية الأساسية. أما بالنسبة للقضايا الأخرى المتعلقة بالرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والتي تأخذ من الميزانية النصيب الأكبر داليا، يليها بعد ذلك الجيش يأخذ أيضا نصيب أكثر بكثير من باقي القضايا، ولكن كل هذه القضايا كما تحدثت رويترز هناك بعض التنازلات من الرئيس جو بايدن، وهناك أيضا يعني اتفاق مبدئي تحدثت عنه رويترز اليوم بأنه قد يكون هناك رفع مؤقت لسقف الدين للوصول للانتخابات الرئاسية نوفمبر 2024، وقد يكون هذا هو يعني الخروج من هذه الأزمة، حيث أيضا تحدثت بي بي سي اليوم وول ستريت جورنال بأن الأزمة سوف تكون طاحنة على المجتمع الأمريكي، سوف تبدأ في الأيام الأولى كما ذكرت وول ستريت جورنال، سوف تبدأ إذا لم يتم الاتفاق داليا سوف تبدأ بارتفاع هائل في سعر الفائدة بالنسبة للعقارات. نعم هذا سؤال ربما يطرح نفسه بشدة ياسر، هل التوصل للاتفاق هو سيناريو حتمي أو نهاية حتمية لهذه الأزمة؟ ماذا لو لم يصلوا الاتفاق قبل الخامس من يونيو أو بحلول الخامس من يونيو؟ أوكي، يعني سريعا يعني أجيب على هذا السؤال بالإيجاب وبالسلب، إذا ما توصل هو نتيجة حتمية وملزمة لجميع الأطراف لعدم الدخول في نفق مظلم
لن تخرج منها الولايات المتحدة الأمريكية سالمة. ومن وراء ذلك حتى داليا المجتمع الأمريكي تحدثت مديرة صندوق النقد الدولي بالأمس في للصحفيين بأن هذه الأزمة وأن الاقتصاد الأمريكي هو حجر الزاوية للعالم واقتصاد العالم بأسره. هذه واحدة، إذن المراقبون يقولون بأنه لا بد من التوافق على رفع سقف الدين. أما بالنسبة للشق وهو السلبي وهو غير يعني المرحب به وأيضا يعني غير المنتظر من الإدارة الأمريكية ومن ورائها الحزب الديمقراطي ومجلس النواب ومكارثي أو أغلبية في مجلس النواب ومن ورائهم الحزب الجمهوري، إذا حدث هذا سوف الأيام الأولى من عدم سداد الولايات المتحدة الأمريكية لالتزاماتها المالية سوف ترتفع سعر الفائدة بالنسبة للمنازل بشكل جنوني، سوف أيضا ترتفع يعني الكريدت كارد هذا الذي يستخدمه كل المواطنين هنا في الولايات المتحدة الأمريكية بلا استثناء، بل أنه أيضا يطلب يعني أن يكون هناك بطاقة ائتمانية للمواطنين إذا ما أراد أي شخص إلزاما عليه أن يكون لديه بطاقة ائتمانية إذا ما أراد أن يقوم بشراء منزل أو أشياء من هذا القبيل. هذه واحدة، ثم بعد ذلك في الأسابيع التالية سوف يكون هناك تضخم كبير وارتفاع في الأسعار وأيضا هزات كبيرة للبورصة نيويورك، وبعد ذلك يعني سوف يكون هناك انهيار شديد للاقتصاد الأمريكي، وتبعات ذلك سوف يؤثر بشكل مباشر وحتمي على الاقتصاد العالمي. وهذا أيضا ما حذرت منه يعني وزيرة الخزانة الأمريكية، وأيضا يعني قالت بأنه لا بد من التوصل، ونصحت الإدارة الأمريكية داليا والرئيس جو بايدن للجوء إلى الكونغرس الأمريكي ومحاولة التوافق على يعني حل وسط يرضي جميع الأطراف. نعم. يعني لأرجع هذه النقطة أيضا نعم داليا لأرجع هذه النقطة سريعا أيضا لأن المراقبون كانوا يتحدثون بأن العامين المتبقيين في لرئاسة الرئيس جو بايدن داخل البيت الأبيض لن تكون سهلة بعد أن تولى الجمهوريون الأغلبية في مجلس النواب، وهذه هي البداية، هي مسألة رفع سقف الدين، كانت هذه أيضا من أهم النقاط التي تحدث عنها المراقبون بأن الجمهوريون سوف يعوضون خسارتهم السابقة في مجلس النواب بعد أن حصلوا على أغلبية المقاعد في مجلس النواب. ولكن على يعني المهم في هذه القضية بهذا التفاؤل الذي وصل إليه أو وصل له الطرفان بالنسبة لمكارثي والذي سوف ينقل هذا الاتفاق بطبيعة الحال إلى مجلس النواب، والذي تحدث بشكل إيجابي للغاية بأنه سوف يعطي مجلس النواب حوالي 72 ساعة لدراسة المشروع، ثم بعد ذلك 24 ساعة للاجتماع والتصديق على هذا المشروع الذي لابد أن يكون مخرجا لهذه الأزمة. نعم ياسر، ربما تداعيات كبيرة على الاقتصاد الأمريكي وبالتبعية على الاقتصاد العالمي، سنبقي دائما عينا على هذه الأزمة إلى أن تصل لنهايتها. ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية من نيويورك، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.